شبه تنظيم الدولة يبدو لي أستاذي كريم أدركت القوى الإقليمية ولا لا غير قادر على إنشاء دولة غير قادر. طبعا آلياته ووسائله تخالف الإسلام وروح الإسلام وتخالف حتى المنطق يعني حتى التجارب الواقعية لقيام الدول ليست أصلا ليست حتى بدون غض النظر على العقيدة. نعم يبدو لي أنهم اطمأنوا لأن هذا التنظيم لن يزلزل أنظمتهم السياسية. هم محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. الله سبحانه وتعالى يقول لو كنت فظا غليظ القلب لم فظا محب ونبي وجاب يعني كلام الله ماشي ومع ذلك لو كنت فظا غليظ القلب لم فظا محب. فما بالك تنظيم هبل كيف هذا ولا لا يقتل يفشخ الناس حتنفض وانفضت فعلا الدول كلها يفترض ان تحارب فيه الا اللي كيف ادركوا ان تنظيم الدوله غير قادر على تاسيس دوله ويخافوا من التيار الاسلامي اللي عنده فكر وطني يريد ان يؤسس دوله لذلك يقاتل ذلك التيار ولا يقاتلون هذا التيار. انا